أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج PowerPoint. أكملنا هذه الشريحة في المحاضرة السابقة، وإن شاء الله سنكمل بقية الشرائح في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة. هذه شريحة المقدمة باختصار شديد. ندرج شريحة جديدة. طيب، ندرج صورة. هذه هي الصورة. نقتص من هذه الصورة من خلال أنه نحدد الصورة ونذهب إلى تنسيق ومن ثم اقتصاص هذا الشكل، ومن ثم نضغط مرة أخرى على اقتصاص. ندرج شكل مستطيل بهذه المنطقة، وطبعا نغير اللون إلى اللون الأصفر الداكن وبلا مخطط تفصيلي. ممتاز. الآن نستنسخ هذا الشكل بهذه المنطقة، وطبعا نغير اللون إلى اللون الأسود، وطبعا نكليك أيمن تنسيق الشكل ونقلل من الشفافية بهذا الشكل. ممتاز. الآن راح ندرج شكل مستطيل بهذا الشكل، وهذا الشكل المستطيل راح يكون باللون الأبيض والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. هذا الشكل راح نضيف له دائرة بالأعلى. هاي الدائرة طبعا حتى تكون دائرة بشكل كامل وليس بيضوي، نضغط على المفتاح Shift، نضغط على المفتاح Shift حتى تكون دائرة، ونضع هذه الدائرة في هذه المنطقة. طبعا لابد انه نهايات الدائرة تكون بنفس نهايات الشكل المستطيل حتى تكون لنا الشكل التالي، ايضا تكون باللون الابيض والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل. الان هذه الدائرة، الآن نحدد الدائرة مع المستطيل من خلال أن نحدد الدائرة وشفت، ومن ثم نحدد المستطيل. طبعا الشفت نبقى ضاغطين على الشفت ونحدد شكل المستطيل، ومن ثم ننهي الضغط على المفتاح شفت، وكليك أيمن ونختار تجميع. تجميع أي أنه راح نجمع الشكلين بشكل واحد. ممتاز. جيد. الآن راح نضيف شكل دائرة أيضا هذه المنطقة، وراح يكون باللون الأصفر، وطبعا المخطط التفصيلي راح يكون باللون الأسود، وكذلك طبعا الشرط راح يكون بهذا الشكل. ممتاز. ممكن نرفع الدائرة إلى الأعلى بهذه الطريقة. طيب، الآن راح نضيف مربع نص بداخل الدائرة. طبعا يا اما نضيف مربع نص يا اما نضغط على الدائرة، وراح نكتب 01. طبعا نكبر الحجم، وطبعا بولد وباللون الاسود، ممكن انه يكبر اكثر. جيد. طيب الان نحدد الشكل، وطبعا نضغط على المفتاح شيفت والدائرة، يعني نحدد الشكل والدائرة معا، ونستنسخ هذه الأشكال من خلال أنه نضغط على Control وطبعا نسحب. راح نستنسخ مثلا 3 نسخ. طبعا راح نجي نغير الأرقام 02 و03. طبعا راح نجي نضيف مربع نص بهذه المنطقة، وراح نكتب الأعراض، وطبعا نغير الفونت ونكبر حجم الخط بهذه المنطقة. جيد. الآن راح نضيف خط بهذه المنطقة، الخط ممكن يكون إلى النهاية، وطبعا المخطط التفصيلي من الوزن راح يكون بهذا الوزن، وطبعا اللون راح يكون بهذا اللون. نضيف النص التالي من مربع نص
جيد، نغير الفونت إلى GES مثلا، وطبعا نضيف اللون الأبيض أو ممكن يكون باللون الأسود. ممتاز. راح نضيف الأعراض، طبعا راح نختار ثلاثة أعراض فقط للسرعة. طبعا نضيف مربع نص من إدراج، مربع نص طبعا ممكن يكون توسيط، وطبعا نغير إلى الفونت. طبعا نضيف خط بهذه المنطقة، ممكن الوزن يكون بهذا الشكل وممكن يكون بهذا اللون. طبعا نستنسخ هذا النص ونكتب الحمى. طبعا ممكن نستنسخ هذه المجموعة، نحدد هذا النص وشفت ونحدد الخط وشفت ونحدد هذا الجزء، نحدد هذا النص شفت ونحدد الخط شفت ونحدد النص، وطبعا نستنسخ هذه النصوص خليها بهذه المنطقة، وطبعا ممكن انه نخليها بهذه المنطقة ايضا. الان نغير بالنصوص. أكملنا الشريحة الثانية من التطبيق الثاني، وإن شاء الله سنكمل بقية الشرائح في المحاضرات القادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.